دعني أتحدث بتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفي الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول. أهلا بك سيادة اللواء، ضيفا عزيزا على شاشة التغيير. إذا ممكن تحدثنا لغاية الآن عن آخر المستجدات وأيضا متابعتكم لعملية الاقتراع الخاص. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية حقيقة تقدم بالشكر لحضرتك ولقناة التغيير ومشاهديكم على هذه التغطية، ونحن في قيادة العمليات المشتركة لنتابع سير العملية الانتخابية في الاقتراع الخاص. توجيه السيد القائد عام القوات المسلحة للجنة لإنشاء لجنة عليا للانتخابات برئاسة السيد نائب قائد عمليات مشتركة وباشتراك أعضاء بهذه اللجنة وكذلك المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. كانت هناك ممارسات أمنية لحماية مراكز الانتخابات والخطة الخاصة بها، إضافة إلى عملية حماية الناخب العراقي اللي بدأ بصوته بشكل شفاف ودقيق. اليوم نحن منذ ساعة الصباح الأولى كان توافد كبير لأبناء القوات المسلحة العراقية ضمن مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت الخاص، وحقيقة شاهدت هذا أني خلال تواجدي لإبداء بصوتي، وأيضا شاشات القنوات الفضائية توثق انسيابية وحركة واندفاع القوات الأمنية لاختيار من يرون مناسب ضمن مجالس المحافظات. أيضا هذه تأتي مكملة للخطة الخاصة بالاقتراع العام التي تم وضعها وبمتابعة دقيقة من قبل السيد القائد عام القوات المسلحة. اليوم كان السيد القائد العام في قيادة عمليات مشتركة، التقى مع السيد وزير الداخلية والسيد نائب المشتركة وعدد من المستشارين والأعضاء والمفوضية، وكان يتابع عبر دائرة تلفزيونية عملية الاقتراع الخاص، وأبدأ توجيهاته بخصوص العملية في عملية الاقتراع الخاص. كنت أود أسأل هذا السؤال، ما هي أبرز مخرجات زيارة رئيس الوزراء اليوم لمقر قيادة العمليات المشتركة والتوجيهات التي صدرت؟ أكيد، يعني هو أولا منذ ساعة الصباح الأولى ومنذ أيام كان يؤكد على حرية المقاتل والمتسلم باختيار من يمثلهم في مجالس المحافظات، وهي تعتبر رسالة أمنية في نفس الوقت ورسالة جيدة للشعب العراقي وللعالم أجمع، أنه المقاتل وهذا ما ضمن الدستور العراقي إلى كمواطن عراقي يدلي بصوته ضمن مجالس المحافظات. وشاهد الاندفاع من قبل القوات الأمنية وأثنى على جهود التي تبذل من أجل تأمين سير العملية الانتخابية. حتى ما أطيل على جنابك، أنا أدري حضرتك متعب وانشغالاتك كثيرة، تحدثت عن انسيابية عالية خلال الاقتراع الخاص من قبل جنابك وأيضا بقية القيادات الأمنية، ما الذي اختلف اليوم في الخطة الأمنية للانتخابات ما جعلها بهذه الانسيابية؟ لا أكيد هذه جت من خلال خبرة، يعني هي ليست هذه المرة الأولى التي نؤمن عملية انتخابية. هذه خبرة، اللجنة وضعت كل التفاصيل، الخطة كانت دقيقة، في نفس الوقت التنسيق العالي اللي يجري ما بين كل أعضاء اللجنة الأمنية المسؤولة عن الانتخابات وسير عملية انتخابية، اندفاع القوات المسلحة بهذه الحرية والشفافية، وهذه رسالة إيجابية للمجتمع العراقي. ونحن من خلال يعني قناتكم الكريمة نوجه كلامنا للشعب العراقي أن أخرجوا بقوة وكثافة للإدلاء بصوتكم يوم 18. شكرا جزيلا. نعم زميلي، هذه هي التفصيلات من قبل اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام، وهو يتحدث عن هذه التفصيلات الخاصة بمتابعة القوات الأمنية واللجنة الأمنية العليا الخاصة بتأمين الانتخابات. يعني